نعود مرة أخرى إلى ضيفتنا على الهاتف الأستاذة عزة الزفتاوي الكاتبة الصحفية من لندن. ضيفتي الكريمة، نعود إليك مرة أخرى. لابد أنك تابعت معنا هذا المؤتمر الصحفي وهذه الكلمة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. كيف تابعت الكلمة وتحديدا فيما يتعلق بدعوته لكل من له خبرة في العمل العسكري والمتطوعين أن يذهبوا إلى مراكز التعبئة؟ أعتقد أنه هذه الكلمة متوقعة، يعني كان على الرئيس الأوكراني أن يقوم بطمأنة الشعب الأوكراني من ناحية، وأيضا تحفيز الشعب الأوكراني على الصمود، خاصة في ظل ما تبعناه صباح هذا اليوم من تقارير تتحدث على أنه هناك الآلاف من السكان في العاصمة كييف بعد إطلاق سفارات الإنذار بدأوا في التحرك نحو الاصطفاف في طوابير طويلة للبحث عن المواد الغذائية وأيضا عن البنزين وما إلى ذلك. فالحديث عن يعني نوع من التحفيز أيضا لمن لديهم القدرة العسكرية على المشاركة، أعتقد أنه هذا الحديث واردا في مثل هذه الظروف، وأعتقد أنه كان على الرئيس الأوكراني أن يتبع هذه الخطوة يعني منذ الصباح حتى تكون هناك محاولات للتقليل من الشعور المتزايد بالذعر والخوف لدى الأوكرانيين في مثل هذه اللحظة الحرجة. في ظل هذه الأحداث أو هذا الموقف تحديدا الحاصل الآن على أرض الواقع، أيضا الرئيس الأوكراني دعا المواطنين الروس للنزول إلى الشوارع ورفض هذه الحرب، يعني معلنا أن وسائل الإعلام الروسية لن تنقل ما يقوله الآن. يعني أنت تتحدث الآن عن كما كان الرئيس الروسي يتحدث ويشير إلى أو يعول على الشعب الذي يتحدث اللغة الروسية. الرئيس الروسي من ناحية قبل يومين يتحدث على أنه هو يرى أنه أوكرانيا جزء لا يتجزأ من روسيا، وأنه المواطنين الذين يتحدثون اللغة الروسية ومن المقيمين في أوكرانيا أو من الشعب الأوكراني يتعرضون لبعض الاضطهاد كما قال. الآن جاء دور الرئيس الأوكراني الذي بدأ يتحدث عن هذه الفئة أو هذا القطاع من الشعب الأوكراني الذي يتحدث الروسية في مقابل الرسائل التي وجهها الرئيس بوتين. هو أيضا الرئيس الأوكراني أراد أن يوجه رسالة مخالفة لعله يجد الدعم، خاصة في ظل أن هناك الآن انقسام ما بين من دعم خطوات الرئيس الروسي بوتين ومن يرى الآن أنه عليهم أن يقوموا بمواجهة الدولة أو البلد الذي يقطنون فيه أو يعيشون فيه. فأعتقد أنها رسائل متبادلة بين روسيا وأوكرانيا وتعول كثيرا على إذا إلى جانب الخطوات العسكرية أو العقوبات الاقتصادية، فهي أيضا تعول على العنصر البشري الذي ربما يقدم دعما ما للجهود أو الخطوات الأوكرانية في هذه العملية. أعود إلى سؤالي قبل كلمة الرئيس الأوكراني، كنا نتحدث عن الموقف البريطاني ما قبل العملية العسكرية وما بعد العملية العسكرية. نعم، يعني كما أشرت أنه بريطانيا كانت تتبع خطابا تصعيديا، خطابا تصعيديا حتى في اللغة، لغة الخطاب المستخدمة، وبريطانيا كانت تتماهى في هذا المسار مع الخطاب الأمريكي أو مع الولايات المتحدة الأمريكية. بريطانيا كانت قد قدمت عمل بعض الاستشارات العسكرية وأشارت وأرسلت الكثير من المستشارين العسكريين على الأرض في أوكرانيا، وأيضا مساعدة الجنود أو القوات الحدود الأوكرانية في المقابل مع الحدود الروسية. وكانت أيضا الحكومة البريطانية قد أعلنت عن حزبة من الدعم المالي لقطاع الطاقة والنفط والغاز الأوكراني. أعتقد أنه الرئيس الوزراء البريطاني سوف يسير في هذا المسار، لن يبعد كثيرا عن اللغة التصعيدية وأيضا الخطوات أو المسار التصعيدي، خاصة فيما يتعلق بالعقوبات التي يراها رئيس الوزراء البريطاني ربما هي الخطوة الأولى
لم يتحدث عن مشاركات أو إرسال جنود للمحاربة أو المشاركة في العمليات العسكرية على الأرض، لأن بريطانيا وأعتقد أنه حتى الرئيس الروسي بوتين يعلم تماما أنه الغرب والولايات المتحدة خاصة بعد الفشل في حروب كثيرة في المنطقة، يعني الحديث عن الوضع في أفغانستان أو العراق وما إلى ذلك، فأعتقد أنه الغرب حتى بعد خروجه على مدى عامين من جائحة فيروس كورونا هو منهك اقتصاديا وليس لديه القوة التي تكفيه لأن يعيد الكرة مرة أخرى من الناحية العسكرية. فالحديث الآن في بريطانيا عن عمليات أو عقوبات اقتصادية لعلها تكون رادعا أو وقف للتصعيد العسكري الروسي تجاه الأحداث في أوكرانيا. نعم، ضيفتي الكريمة الكاتبة الصحفية الأستاذة عزة الزفتاوي كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.